بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نخدم واحد البول او لاكسوا، المهم شي حاجه بحال هذا الشكل، هذا توب ديال الخيط او الصوف. قلنا غادي نخدمو سوا قصيره ولا تريكو بول، شي حاجه من توب ديال الخيط هي باش تخدمو الموديل. والكول ديالو غيكون واحد الكول مونطي وهو ضغطي في نفس الوقت، ودرنا فيه الكتاف طايحين، يعني على شكل جبلي كتاف طايحين. ديما لاباز ديالي كنخدمها هي الاولى، السدار وخط التركيز خط الحزام هما الاولين. كندير الطويره ديال الكول 8 جوج لاباز، كنخدم لاباز الكتاف السيري الجلي تقريبا، حيت درتها قصيره درت فيها شي 4 سنتيم ديال الجلي في الكيفاز. باش نرد داك الكتف طايحين كنجي للكتف الحقيقي، يعني هنا هو دور الكتف ديالي، كنزيد عليه 16 سنتيم حتى 20 ممكن تزيديها، كتنزلي تحت منها ب 6 5 4 ممكن. انا غنخدم كي خدمت في الكسوه ديالي 5 سنتيم، درت الخط نزلت بالتركيز اللي عندي، يعني المسافه تاع التركيز كانت عندي 27 هي باش خدمت. دخلت من هنا لهنا ب 3، نزلت من هنا لهنا ب 3، قوستها جبت الخط مع هذا البوان ديال 4 سنتيم. هذا هو اللي درت الغوط الكميمات، رسمت لكم الطول ديال الكميمات اللي عندي حقيقي، حيدت منه ناقص هاد 20 اللي زدتها في الكتف، وزدت عليها 4 ديال الكفافه ديال العطفه. بالنسبه للعرض خديت هاد 27 اللي خديت في التركيز هنا، 27 كامله ما باقيش نقصتها، لانه 27 حسبتها ما بين هاد البوان هاد البوان، دونك هي اللي حطيت هنا. نزلت هنا ب 3 سنتيم، لاقيت هاد المسطره يقطع، درت العرض ديالكم شويه عريض، درت فيه 15 او 16 ما بقيتش عقلت، غنخليها في 15. هنا تتكون الجهه المبنيه تاع التوب باش نكون خدام في الكم. بقات واحد البنضه زدها الكسيوه من التحت باش تجمعها، لابون درت فيها تقريبا الدوره ديال الحوض، دورة الحوض، ونقصت منها 12 سنتيم. علاش؟ لانه التوب عندنا الاستيك شويه، بغيناه يجمع. في العرض ديالها درت 26، طبطبتها على جوج غتبقى فيها 13، غتخيط مع الكسوه غادي تزيدني 12 سنتيم في الطول، وكتجمع مني الكسوه هكا، ملي كتخيط كتجمع شويه الكسوه. الوغ بالنسبه للفصاله ديال البيولا ولا الكسيوة، هذا هي الخدمة اللي خدمت. ممكن ديري باندات للكمان إلا بغيتيهم، يعني تشدي باندا للكمان مثلا تاخدي فيها 24 في الطول، وديري فيها شي 16 في العرض، وتكون إلاستيك في هاد لوسونس هي وهاد الباندا. حتى البيولا غادي يكون إلاستيك في هاد الاتجاه، الكم غيكون إلاستيك في هاد الاتجاه، يعني يكون تيرا هكدا اللي يكونش فيه تيرا في الطول. عندي تعديلات اللي غادي ندير قبل ما نخدم هذاك الكل. غادي التقويره ديال اللور 8 جوج، التقويره ديال القدام في لاباز عندي هي 9. حنا غنديرو تعديلات لانه هذه ما غتدخلش ليها الراس، وبغينا كول مونتي يعني خصو يكون شويه عريض. غادي نضيف واحد 3 سنتيم في التقويره ديال العنق والقاده مع الجوج، غتولي بحال خدمت ب 11، 8 زائد 3، وهنا القدام حتى هو نزيد فيه 3. التقويره بالامام غتكون فيها 11 على 12، والتقويره الخلف غتكون فيها 11 على 2. بقى لي دابا الكول هو اللي غادي نخدم، غنحاولوا نصايبوا القياسات اللي غنحتاج للكول هما التقويره الخلف غنحسبها هكذا، مثلا نقولوا لقيت 12 التقويره ديال الكول، يعني حسبتها دائريه لقيت 12 او لا 13، زائد التقويره ديال الامام، يعني غنحسب هذه هي ديال الامام، هذه تقريبا لقينا فيها 17 هي 29، هذا هو العدد اللي محتاج. بالنسبه ها 29 يعني هذه ديال الكول، كندير في العرض ديالو وربطو معايا شويه الباب، العرض هنايا غادي ندير فيه 12 سنتيم، غادي نسطرها مستقيم، دونك هاهي 12 بقات ليا حتى هنا. باش نرد هاد الكول هذا تغطي، غادي نزيد واحد 20 حتى 24 سنتيم، وغادي نحسب في الطول ديال هنا 12 هاهي، ولكن غنزيد من تحت منها واحد 10 سنتيم اخرى ولا 12 سنتيم اخرى.
كيفاش غنلاقي هذا؟ غادي نجي النص ديال هذه المسافه وغادي ندير بحال هكا نخلط الخويره ديال الكمام بهذا الشكل. الجهه الثانيه غادي يكون هنا جهه مسدوده وهنا جهه مسدوده. كيفاش غنخدموا هذه الطابلو؟ ماشي هذه اللي مسدوده، هذه اللي مسدوده، هذه ديال الامام، هذه اللي غتجي في الامام هي اللي تكون جهه مسدوده ثنيه فيرمي بليور، هي وهذه الفوكانيه. باش يكون عندي في الخياطه كيفاش غادي نخدموا، لانه لا فيديو ديال الخياطه راه دوزتها انا باش طلبوا مني البنات التراساج ديالها. غادي ندوز الفصاله ونتبعها الخياطه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه قبل ما نأهل انا وقلت السلام عليكم، ولكن نسيت بانه قياس الثوب. بالنسبه لقياس الثوب شحال غادي يكفيني؟ حنا السيوه اللي خدمناها درنا في الطول ديال هذه 70 وزدنا عليها 12 سنتيم عطاتنا 82. شدينا 82 ضربناها في الاثنان، هي اللي المهم السيده جات لي تقريبا شي 2 متر ولاو متر و75 سنتيم هي اللي كانت جابت، وهي باش خرجنا الكسيوه ديالنا وغادي تشوفوها في الخياطه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. كل منطق غادي نسدو يعني راه نخدم على ورقه العبار حتى ندير لكم الدرس ديالها. غادي نسدو زعما عبرت دابا هاد الكل هو اللي بغيتكم تشوفوه مزيان. هنا غندير واحد الحركة وبغيتكم تعقلوا عليها مزيان. غادي نشد الظهر تقويرة العنق ديال الظهر والقدام، هذا النص ديال الظهر وبغيت نحسب هكذا. ما غاديش نجيب الكل حتى للراس، غادي نحبسو من هنا، كنخلي واحد 6 سنتيم ولا 8 سنتيم نخليها فارغ. هذه علامة إذا كان شي طاقة شارع البنات. صافي صافي حتى نلقى الحلول. نعاود نزيد من الجهة الثانية نفسها. دابا راه اغلبية ماشي اغلبيتكم يعني كلكم تقريبا باقي ما عارفينيش اش كنخدم ياك. هو راه بغيت ندير كل مونطي وفيه كل دغابي بنفس الوقت، هو كل مونطي ودغابي كاع بجوج نفس الوقت. غنسد بيناتهم هادو، ما غنسدهمش، غنسد هاد دير بالك من سيوك عمودي غير ساك. دابا نقلبو نخرج كل شيء ديالو وتنقد هذيك الجهه اللي قلت لكم النص ديال الظهر تنسدها، بعد نعاود نحلو بحال ما هاك ونقدمها تنزديه من هذا الوسط. هذا راه غيولي النص ديال الظهر. هالكل ديالنا دابا شتو، غنجي التقويرة ديال الكل غنعزل القدام من الظهر. شحال قلت لكم في اللينا 8 سنتيم، غنحسبها دابا 8 سنتيم. ندير واحد الابتكران باش نعقل عليه بحال ما غنركب الكل منين بالضبط حتى لفين بالضبط، من الكرانات يعني من هاد الكرانات
شكرا لك. باش نكون تاكل خدمتي غنجيب نص تاون الماء ونجيب معاه الخياطه ديال نص ديال الكود. ونخيط عرفتي علاش قلت لكم اجيو تصوروه؟ لانه هذا الكود اللي كان شي ست سنين هذه ما خدمتوش ولا ما خدمتوش. ماشي كيعني الا قلت لكم ست سنين يعني راه الكود قديم ولا راه ما بقاش. نعاود نخرج لودينا الاخرى ونقادها مع الكريم الاخر. وراه دائما كي تنقول لكم الا بغيتو خدمه زينه ديروا لي بوان كرانات عاونوا بالفنايل وباقي تتخدمي وانت مرتاحه ما باقيش كتخدمي بزاف قليل غير الا وقعت شي حاجه غير متوقعه. هذا واحد ركبنا الكورياك بغينا نشوفوا التركيبه ديال دابا هذا الكل بغاقي وهذا غير فينيسيون هي استيس باش نفيني به الكل. غادي نشد هذا النص ونجيبو مع النص ديال الظهر يعني هذا راه هو العنق ها الكتاف ها النص ديال الظهر كنحط هذه هنا في الوسط كنجيب هذه حتى هي النص ديالها نجيبو مع النص ديال الكوره ديال القدام بحال ما هكا وغنبدا من هذه ديال القدام لانه هنا عندي خياطه غادي تعلم لي الوسط غادي نعتمد عليها. وبالنسبه لهذا الكول هذا باش ما كان صغير كي قلت لكم ويجي مجموع في التكويرات الظهر يجي مزيان ماشي في التكويرات الظهر يجي في التكويره كلها باش ما تيرينا شويه ماشي ثاني بزاف. نقاد نخيط سنتيم ديالي ونحاول ندوز على الخياطه اللي خيطت بها الكول. سالينا كيف ممكن الشكل النهائي اللي غيعطي دابا ركبنا هادي عطاتنا فينيسيون في تخويرة هاد العنق هذا هو داكشي اللي خيطنا بوحدو تيبقى طايح بحال كل غاطي كل ديالها هكذاك طويل و تيبقى هادشي هكذا مزلزل هكا حول راحة الشكل ديال الكيلو راه هو درنا درت لنا لطيفة يعني في كتاب طايحين وفي مكان هكذا